عليكم بنات، صباح الخير عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم بخير. عيد مبارك سعيد، اولاد مولد، عيد ذكرى مولد النبوي ان شاء الله، تخلي عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، باش كتمنوا ان شاء الله وبالافراح واي حاجه كتمنوها. كيف ما قلت لكم، يلا جات ماما شدات البنت وانا نكمل معكم الهضره. اليوم البنات اول عيد عند إلينا. عند ايلين، اول عيد قلنا فطر، انت كاع حضرتي الفطر؟ فطر داروا الفطور ديالها، داروا حريش، هذاك الشيء اصلا ديال عيد مولد النبوي، داروا حريش، داروا فطور زوين، داروا داك الشيء زوين، ولكن انا ما نكذبش عليكم ما حضرتش لحقاش الليل كله، انا فايقه معاها، ما عرفتش مسكينه مالها كتبدا تعصر، قالوا لي غير لي غاز، ولاني دابا ما نعساتش كاع، نورمالمون كتعصر وكتنعس، دابا ما نعساتليش كاع الليل كله، الليل كله هي فايقه. وجيت انا في الصباح صافي، منين جات ماما وداك الشيء شدوها ليليات، نعسات شويه، منين جات شدوها وداك الشيء انا نعس داك الشيء، عاد فيق دابا شي 12 وقيله، وهي مسكينه ما نعساتش، حتى شديتها عطيتها رضعات واحد شويه، ودابا راه غير مغمضه عويناتها وصافي، مره كضرب لها الفيق. ها هو البنات الفطور اللي بقى، جمعوا الطابله وحطوها لي غير في الكوزينه، اختكم ناضت، مشيت للكوزينه ديريكت فطرت. المريقه هنا كطيب، طيب دايرين النرش، السمعة دايرين طعيمة، هنا خلقنا اليوم السلام، هنايا ها هي السميدة. حبيباتي هنايا كنا تجمعنا هكا غير حنايا وخو حميد ومرات خوين حميد وماما وجدها، وصافي درنا هكا طعيمه خفيفه. صراحه كنا باغيين نحنيو لإلينا نهار الجمعه، ساعه ما كتبش الله سبحانه وتعالى وحد حنينا لها اليوم. كيف ما كتشوفوا البنات، درنا طعيمه كخفيفه، داكشي شعبي 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 شعبي، لا لا نعم لله. وصراحه درتو ماما بالسميده، حيت السميده كيجي حسن، ما كيفرعش في المعده وكلشي. واختكم هنايا انا راني مسكره كيف ما كتشوفوا، ما بقيتش كنصوركم بزاف، ان شاء الله غنحاول انني نرجل الناس ديالي ما الينا لحقاش ما كتنسليش بالليل، وغادي نولي ندير لكم فيديوهات زوينين. المغزلات ديالي كيف ما شفتوا صغدينا الطيمه وداك الشيء، درنا غير الفال وصافي وطيبنا الاخر، وان شاء الله ندير الحنينه اليوم في الليل نديرها للبنت. بسم الله عليكم يا اختي، كتخلعني هذه البنت كتخلعني، الله يسمح لنا من الوالدين يا الفتيات، عرفتوا واحد الاحساس في شكل. البنات اللي امهات غادي يفهموني، واللي ماشي امهات ان شاء الله يا سيدي ربي لا يحرمكم هذا الاحساس، وهو في الحقيقه واحد الاحساس اللي فشي شكل، كتولي كتخافي من الهوارت ومن البرد كتخافي منه. تخيلوا البيت ديالي انا مغمرقه هكا، حتى ولا كيبقى هكا ديما مسدو تسرم. المهم هذا ما كان البنات، شويه ونرجع معكم، شوفوا الباندا فين دايره، شويه نرجع معكم ان شاء الله باذن الله، نبدل لها ليتوش، بدلوا ليكوش، بدلوا ليكوش حنايا، بدلوا ليكوس احبيبه احبيبه، بدلوا ليكوس، قلت لك خليني نبدل ليكوس. شوفي جيت نعست، جيت نعست هنايا في الصاله باش ماما غادي تجمع لي داك البيت، بيت النعاس على ود الينا، حيتاش شو كيقولوا لها، حيتاش السراجم السرجم ما كنحلوش بزاف على ود البرد، كنخاف عليها مسكينه من البرد، وداك الشيء علاش قالت لي ماما سيري للصاله تكنيسي. عاسين انا وياها هنا في الصاله، ايوا وهي وماما راه جمعات لي داك البيت مسكينه، لا لا يحرم شي وحده من الام ديالها. وبالنسبه لواحد الموضوع البنات، البارح في الكومونتير متغار بالضحك على ود الريحه، انا غنقول لكم
وقفت جلست وجيت على الضو حيت نشوف ودايره غير داك الفيوز ديال إلينا ماشي علاش البوله حيت كيضرب لها مسكينه في الوجه ديالها. بالنسبه للبنات لواحد الموضوع، نتوما راكم خواتاتي دابا وحق الله العظيم الا كنحسبكم كثر من خواتاتي حيت لقيت فيكم داكشي اللي ما لقيتوش في عائلتي، ودائما كنقولها لكم دائما ماشي زعما عائلتي ماشي عائلتي اللي قريبه، لا لا الى البيده. المهم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله من بعد وغادي نعاودو لكم. والله العلي العظيم الا لقيت فيكم الخير اللي ما لقيتوش بزاف ديال الناس اللي كنت كنسيب منهم الخير، لقيت وقفتكم معايا لقيت بزاف. مهم شي وحدين كي كتبوا هكا دي كومونتير، كاينه اللي كتباتها بنيه زوينه وكاينه اللي كتباتها بنيه خايبه. علي فواحد اللقطه البارح في الفيديو اللي حطيت لكم ديال البارح، واحد اللقطه ماما كنت كنفتح لي كادو، ماما قالت لي هذيك الريحه ديالي، قلت لها لا ماما هذه ديال الرجال، يعني ماما ما يمكنش غدير الريحه ديال الرجال. وجات كتبوا لي دي كومونتير لا علاش ما تعطيش الريحه لماماك وهادي وهادي وهادي، ولاش ما تعطيهاش داك الطباسل. اول حاجه انا ماما ما كرهاتش مسكينه تجيب من عندها من الدار وتعطيني انا، هادي اول حاجه. باغا تشوفني اي ام كتبغي تشوف بنتها احسن منها، يعني الام كتبغي تشوف بنتها احسن منها البنات. بالنسبه لداكشي ديال الدار وداك التاسيس ديال الدار، راه ماما والله العظيم ولوكا كان عندها شي حوايج اللي تطلعهم لي راه غتجيبهم وتعطيهم ليا انا وتخليهم عندي انا باش نعطيها. مثلا حوايج ديال الدار كان ما غاديش نقول لكم كنعطيها ولا كندير لها، حيت داكشي كيبقى بيني وبين ماما وبيني وبين الله سبحانه وتعالى. راه ما يمكنش غادي تحيدي وتعزي شي حاجه في الام ديالك راه عينيك تعطيهم ليها، هذه اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للروايح، انا تخيلوا كيجوني دي بوبليسيتي على حساب الروايح، اقسم بالله البنات الا كنقول لهم صيفطوا لي جوج، وحده لماما وحده ليا، حق الله العظيم كيقولوا لي واش نصيفط لكم، نصيفطوا لك وحده ديال الرجال وحده ديال العيالات، كنقول لهم لا صيفطوا لي جوج ديال العيالات ما تصيفطوليش ديال الرجال. مره الا كنت هكا كانوا هما مصرين انه يكون اشهار حتى ديال الرجال، يعني باش نهضرت على الريحه ديال الرجال، فكنطلب كنقول لهم صافي تسردولي انا الروائح راه ما كنديرهمش، راه كديرهم ماما كاملين، واي حاجه كنعطيها لماما. يعني واش كاين شي بنت عباد الله في الدنيا غتعز شي حاجه في امها؟ راه الا مسخوطه الوالدين هي اللي تعز شي حاجه في امها، راه ما كاينش حاجه في الدنيا راه عينيك تحيديهم وتعطيهم لو قليلين في حقها. وثاني حاجه اللي ما يمكنش انه في ديك اللحظه واخا انا غنعطيها لماما، حيت انا ندير روايح بزاف ودابا الرضاعه وداك الشيء ما كنقدرش ندير الريحه، دابا انا غنعطي لماما غنبغي نعطي لماما، ولكن حشومه نقولها في فيديو نقول لها ماما راه غنعطيك هذا الكادو اللي جاني انا واللي سردته اللي جبتو لي واحد شوف البنات ماما فاش دارتها هادي، دارتها بلا ما دير الكومونتير بلا دارتها بلاطو الحلوة غنهض الريحة عندك تكون كتخدم خارج ماشي انت تمشي ماشي انت امونة نتوما البنات شوفوا شوفوا شوف كومونتيو بحال نهار ديال الريحة البنات، والله العظيم شي كومونتير جا درني في خاطري انا بعدا حشومة كاع بنادم يردلولها حتى لديك الطريقة، لأن الريحة هاديك راه جات حامد انا غير كنشد في مونة كنضحكوا، راه جاتني الروايح انا وجاني كادو ديالي احسن كادو احسن من الريحه، ولاني ديك الساعه انا هي كنشد في مونا على حساب حميد وكنشد فيهم بجوج، يعني كان كندير لها هكا وكنشد فيهم وجا في الكومونتير وراه درني بخاطري بزاف والله يهديهم وصافي داكشي اللي غنقولوا. شوفوا البنات بلاطو الحلوه والله الا الحنه بلاطو الحلوه كملنا فيه اسبوع درنا فيه الحنه علينا الله علينا وعليكم المشاهدين امين الله يحن علينا وعليكم شي سوي على الخير ان شاء الله. هذه الحنينه هذه ماشي الزواق
انا غير باش تشد العظيمات ديالها باش ما يبقاوش وحده طلعتها الفوق والاخرى طلعت. انا اللي قال لك اسكت اصاحبتي ما تكومونتير قدامي دير كومونتير قدامي انت وخرجت ما لا والله ما خرجتها مازال حيدوا المشاهدين قولوا واش خرجت ما عنديش الصوف ما انا كدرت لك الصوف والله الا كنحس بواحد الاحساس شي كيف جاي والله على سخونه طيبه ما بقاتش غير طيبه ولات بارده دابا انا ديت تي فيها ما انا باقا في يديا سخونه والله الا بارده شوف انا يديا ماما حنا حتى يديا شوف شوف الينا مدات غير صوبتنا غير صوبتنا غير صوبتنا مسكينه طاحت الحنينه نحنيو لها رجيلاتها زاتها سخونه زاتها سخونه سخونه جاي عرفتو غادي ندير لهاد الحنينه وشي شي شي باش كيقول لك الفال زوين ديال الحنه غير العيد ومع خلق النبي وكذلك حتى على حساب الضفيرات ديالي ديداتها باش كيطيروا حيت ما بغيناش نحيدوا لها بالقد ديال الضفار ايوا قلنا نحيدوا لها بالحنينه الحنينه مدقوقه على اليد هذه الحنينه ماشي ديال القابصه البنات حنينه مدقوقه على اليد الغريق عجبها الحال كم داتا شي كانت وما شوفو ارلي حركتي كارت ارا كارت ديالي دي دير غير هاد الشمع يخرج لي حطيتكم البنات باش عطيت لماما الكاريت الويله ياك لا جبه الويله على الرجيله ها انتما البنات درنا لها الكاريت للرجيلات باش ما تقيس لهاش الحويجه ديالها ونديروا لها الرجيله الاخرى عاد ثاني حتى دابا نحني لك طرقي عاد شي شي كتجبد كتجبد الرجيلات عجبها الحال ها انتم الطفيرات انا نركز غير الطفيرات ديالها باش طير لها شوف شوف عجبها الحال السيده عجبها الحال انت ارتاحت انا حبيبي جلس سقس لي يديك ما تقيس لها عرفتوا البنات الناعسه واحد النعيسه شامخه شوفوا 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 ها انتم شوفوا هادو الشريطه تا هما مقطعهم ماما المهم حنا دايرين داكشي ديال القدام البنات كنا كنحنيو وكنقطعوا الشراوط ونحزموا لي الرجيلات عجبها السيده الحال عرفتوا عجبها الحال لواحد الدرجه ما تصورش هو بقاو بلا غير اليديدات اليديدات دابا المشكل حنا نحلوها يا حنا غنحلوا لها يديها حيت مسمطينها والسيده غادي تنوض هانت غنوريكم الرجيلات هانتوما هي كتحزم لها الرجيلات هي لقات الحنه دارت الحنه هانتوما صحة إلينا صحتك الحنه ماما خرجت لها في يديها دغيا شوفي سبحان الله العظيم والحنه دي غير حنه مدقوقه البنات ماشي حنه ديال اللي كتكون ديال القابصه هذه حنه مدقوقه هانتوما البنات شوفي 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 جيجي حبيبه خليها بسم الله عليك حبيبتي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وصل على النبي بسم الله وصل على النبي بسم الله وصل على النبي عليها اليديدات عليها اليديدات كبار نعليه على النبي بسم الله اليديدات هاني اليديدات هكاك راني كغط يدين هكاك هكاك عينا جي قولها يا ماما يا خربقت خربقه زربيعة وشنو باش تحني البريشه صغيره شفاه جديده كلشي انا ليضت يلا يعطيك الك السيده البنات راه ما بغاتش تحني ليدينا حنا قصنا هي ناض انا ديما الصغير البيبي صغير عاده ديالنا العيد الاولى هانتوما البنات درنا للويقه هنايا ما طلينا حتى حاجه الو هذا بعد حادي ما عندها ما ديرها انتما قدامها مره شوفوا شوفوا البنات شوفوا كيكونوا عند هذاك الاخر ديال الحوايج سبحان الله عاد حيدته ولا غير البارح شوف ديك حبيبه جاتها بسم الله بسم الله بسم الله عليك حبيبه بسم الله بسم الله وصل على النبي وصل على النبي وصل يلا طاكي بالكاغ انتما البنات اللي ديدات محنيين والرجيلات تا هما اليوم تقيشرات اليوم شريطات شريطات ديال هذا وليديدات صحتي ديها قلت لكم اللي قالت ما صالحي لهاش قلتها لكم باش ترضع والله الا كان ماشي بيه لا مشات ما غاتطلع اويلي اويلي صبرت لها العظيم اما انت الفتحه كتحرقني ما قدرتش نضحك ها انتم يا البنات شوفوا الزربيه بعدا
مشطباش. شوفوا شوفوا ماما شو دارت لي. جات السيده جايبه لي شرويطه وتقشيره، قلت لها والله الا ما شاركتها مع البنات. لقيت انا لقيت هذيك الطويله حامد راه كاين نص قصار عندك ما ما يطلعوكش خرج لك. تبارك الله. انتم البنات كل يوم هكا دير لها هكا، قولوا لي قولوا لي في الكومونتير. هادشي هادشي في السنه. تقاشر عاده 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 قال لك كنديروا الشربات عاده. هاد العاده هادي النفيسه خصها تدير رجل البيت. الله يعطيني وجهك يا ماما. ثقوا بها ثقوا بها. شوفوا ها انتم اختي. يلا قلبت عليها ما لقيتش وحده ديال حميد وعندها الصغار. وري من الصغارات تقاشر حداك يا صاحبتي. مابقاش تزيدي ها انتم دابا ما بغاتش دير لي هادو. انا بغيت ندير لها هاد ماشيك ولكن ما طلعولهاش الفوق. شيك ها الحنه ديالي انا خرجتها. شوفوا ماما هي حنه غير حنه لنا. شوفوا كي خرجت. هانتوما غزالاتي يلا دابا سالينا حنينا حنيت انا عرفت هاد الحنه هادي غير باش كتجمعي العظام ديالك. كاين شي وحده سبحان الله العظيم انا حتى انا ما كانتش كتعجبني، دابا عادي بالعكس نديرها ونخرج بها ما عنديش مشكل كاع والله ما عندي مشكل. ودرنا الحنه لبنتي باش يحن الله سبحانه وتعالى كيقول لك فال زوين، وكذلك باش يطيروا لها الضفار. وليسونسيال اكثر عندي انا هو يطيروا لها مسكينه الضفار لحقاش عفتو ندبات وجهها من هنا خابشه من هنا خابشه من هنا كلها كلها مخبوشه. واخا كديروا لها الليكات كتحيد. واخا كديري لها الليكات عرفتي كدير لها كتحيدهم. المهم فما انا اصلا وليت كنتفاداهم حيت كتاكلهم وداك شنو هذاك ماما قطن ولا داك القطن كتبقى تاكلو لي. ايوا هذا مكان ودرنا الحنه في بلاطو ديال الحلوه. ايوا صافي لاله صافي. كنحاولوا اننا دائما نمشيو شي حاجه اللي بسيطه شي حاجه ديال البساطه، ما كاينش احسن من البساطه. والدار خوات الصراحه ملي كتكون الدار عامره كيكون واحد لومبيونس شي شكل. دابا بقينا غير انا وماما. ماما كتنقر في الصباح كتصبح كتنقر قلت نقلت 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 كنقول لكم نوضوا من النعاس جاني قنط وي مليت انا جاني قنط. ماما عرفتو توحشات الدار لتحت وتوحشات ماما عرفتي شنو عتقي بالتقاشر راه هاد البلاطو الحلوه غادي وانا تابعها هو كيسلق البلاطو الحلوه كاين وشوفي وانا غادا تابعها. شوفوا البنات دابا البلاطو كان هنا باش ما نوسخش الزربيه. خليه ماشي تلبس له الباتيسري عمره بالحلوه واجيب. هو غادي وانا تابعه هو غادي ناري عصو ما بغيتش باش ما نهدرش رجلي في هذه في الزربيه نوسخها. شوفي والله الا ماشي غير بوحديتو سبحان الله. تبعي الباتيسري عند محفوظ عمره امي انا جبته والله الا تسالات. ايوا صافي هذا ما كان غزالاتي. شنو بغيت نقول لكم الدار طرق الدار خوات ان شاء الله كنعاين غير ماما ويلي غادي تبقى تحرك تحرك تجي لتحت. لا انا في ايلينا تقلب والله حتى كتقلب. اي اختي على ايلينا تقلب عاد عندها 20 يوم غادي تبقى غادي تبقى جيت نعاودها لكم عرفتوا غادي ان شاء الله باش غتبقوا معايا غنبدا واحد الفيديوهات جداد ان شاء الله غنحاولوا اننا نبداو حيت داكشي اللي كان قديم راه سبحان الله العظيم ولا كيتبدل في العقل. غادي تولي دابا ديري فيديوهات دابا تجربتك مع الولاده ومع ايلينا ان شاء الله غنشارك معكم التجربه ديال الولاده القيصريه. غادي نعطي البنات نصائح كيفاش يتغلبوا على راسهم وغادي نحاول داكشي اللي دزت منه انا وداك ستريس اللي دزت منه انا ما تدوزوش منه نتوما. وهذا ما كان غزالاتي وانا نعطيكم التجربه باش تدوز الولاده ديالكم زوينه وباش توقفوا دغيا وباش باش تحركوا دغيا وباش ما تحسوش بالالم. المهم بزاف د الحوايج غنشاركوا معكم ان شاء الله. يلا تهلاو لي فراسكم بيزو ليكم كاملين. وبنات تازات التجربه اللي غادي ياخذوا هي مشاو بن طالب. الدكتور بن طالب غزال حلاوه الحلاوه داك السيد داك السيد. شوفوا الطيبوبه ديالو باينه له على وجهه لا هو لا الزوجه ديالو. المهم تهلاو لي فراسكم كنحماق عليكم باي باي عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد اللي غيكون فيه النشاط. ها هو شاط. بسلام عليكم.